بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. في هذه الليلة نتحدث تحت عنوان الانتماء. الانتماء إلى الشيء هو الانتساب له، انتماء إلى عائلة كذا، انتماء إلى فريق كذا، انتماء إلى وطن كذا. أنا أنتمي لجمهورية مصر العربية، أنتمي إلى الوطن العربي، حزين لما يجري لوطننا العربي. أما آن الأوان أن يتحد العرب ليرى كل إنسان منهم ما هي مصلحة الوطن، ماذا يجري في سوريا، المجتمع الدولي، تركيا الآن تفعل ما تفعل بسوريا، لكن وما ربك بظلام للعبيد. ستذوق تركيا لا محالة ما تزرعه الآن. في مخيلتي الذي يجري الآن من أرض سوريا هو محلل أو بديل لما أرادوا أن يكون في سيناء. الآن الدواعش، الآن المجتمع الدولي الإرهابي يبحث عن وطن لكل من كان إرهابي إلى الدواعش، فأرادوا سيناء. هيهات، لم يستطيع أحد أن يفعل مع مصر، فكان لابد أن يبحثوا عن البديل، وربما ظنوا أن سوريا هي البديل. فعلت تركيا ما تفعل، لكن ستجني ثمار ما تزرعه الآن. المجتمع الدولي الآن، كل المجتمع الدولي بداية ألمانيا وفرنسا توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا على عهدة صدى البلد. أعلنت فرنسا تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وفق لوكالة فرانس بريس الفرنسية. أظن أن بداية النهاية لتركيا. إن المجتمع الأوروبي لن يرضى ولن يسكت على أن يكون هناك إرهاب بجواره، فتكون تركيا بين الأمر الأوروبي، وأن العرب لن يسكتوا، وإن سكتوا اليوم حكاما فالشعب لن يسكت. فلا محالة تركيا ستجني ثمار ما تزرعه، زرعت المر وتجني الندم. مشاهدينا الكرام، معنا على الهواء مباشرة معالي السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا بك والسادة المشاهدين. أسعدتني ونورتني بمتصل معليك. أهلا بك معالي السفير. تركيا وما تفعله الآن في سوريا، كيف تقرأ المشهد الدولي أولا ثم المشهد العربي؟ يعني هو سوريا معرضة لاختراقات من عدة جوانب، سواء من جانب الولايات المتحدة، فرنسا، والآن تركيا. تركيا تريد، يعني على عكس كل ما يقوله القانون الدولي وكل وميثاق الأمم المتحدة أو حق الدول في السيادة والسلامة الإقليمية، تريد أن تنشئ ما يسمى المنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية. لم نسمع بهذا من قبل. من يريد أن ينشئ منطقة آمنة ينشئها على حدوده، ونحن نفعل تمام ذلك في سيناء. تمام، احنا بننشئ منطقة آمنة، ما دخلناش إسرائيل عشان ننشئ منطقة آمنة. تمام، احنا عملناها في سيناء، فهذا هو المنطق. ولكن تركيا تخشى من أن يمتد مرة أخرى مقاومة الأكراد الأتراك لها وتتصاعد، لأن في بداية حكم حزب العدالة والتنمية عقد مصالحة مع أكراد تركيا وسمح لهم بأن يستخدموا لغتهم وتعليمها في مدارسهم وفنونهم الشعبية ويشاركوا في الحياة السياسية، ثم انقلب عليهم. فالخوف أنهم يعودوا مرة أخرى إلى الحرب ضد التيار القومي التركي، ومن ثم هم لهم صلة بالأكراد في سوريا.
هذا ليس مبررا على الإطلاق لتركيا أن تعتدي على دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، وتدخل بقوات وصلت الآن يقال إلى أكثر من 20 كيلو متر داخل الأراضي السورية 20 كيلو متر إلى الآن، يعني حسب تمام. ما يقال، يعني في بعض المناطق دخلت إلى 20 كيلو متر. هذا خرق للقانون الدولي، وللأسف الشديد، للأسف الشديد إن كل رد فعل المجتمع الدولي يعني لم يخرج عن البيانات، حتى قرار مجلس، حتى مجلس الأمن عجز عن إصدار قرار لإدانة العدوان التركي على سوريا. تمام. الولايات المتحدة أصاغته بطريقة اعترض عليها روسيا، وروسيا صاغت قرار بطريقة اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وكأنها لعبة متفق عليها من قبل. هو فيما يبدو هذا، يعني تمام. فيما يبدو إن هل الهدف هو يعني إعادة الأكراد إلى حضن الدولة السورية؟ لأن الأكراد ارتكبوا خطأ فادح. وأنا كان لي حديث وإحنا في المجلس المصري شؤون خارجية مع السيدة إلهام أحمد، اللي هي نائب الرئيس التنفيذي للحزب الديمقراطي السوري اللي هو حزب الأكراد، وهي موجودة، كانت موجودة في القاهرة، تمام. والتقت بالوزير الوزير سامح شكري. يعني قلت لها يعني تعلموا درس من أكراد العراق، الكل سيشجعكم على حكم ذاتي وإلى آخر هذه المقولات، ثم سيتخلى عنكم بل قد يضربكم. تمام. وهنا في شيء، نقطة مهمة في الحقيقة تقال لحق الحق سوريا والشعب السوري، إن في سوريا لم يحدث أن عمل الأكراد معاملة تمييزية بأي شكل كان من الأشكال. فده بالعكس، يمكن في سوريا، في العراق بعض الشيء، يمكن في إيران بعض الشيء، في تركيا بعض في الشيء. تركيا لا، ده في تركيا مش بعض الشيء، في تركيا تمييز، تمام تمييز قومي، لدرجة إن كان ممنوع إذاعة أغانيهم في الإذاعات. تمام بينما في سوريا بيتولوا الوظائف في حياة عادية، حياة طبيعية. الآن هذا المسعى المدفوع من الولايات المتحدة الأمريكية للأسف وضعهم في هذا المأزق. لكن في كل الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، هذا لا يبرر لتركيا أنها تقوم بالاعتداء على الدولة الشقيقة سوريا وتقتطع جزء من أراضيها بدعوى إنشاء منطقة آمنة. هذا لن يحدث، لأن تركيا إذا فعلت هذا ستعاني الأمرين من حرب عصابات، وستعاني الأمرين عندما يثوب الأكراد إلى رشدهم ويرفعوا علم الدولة السورية، لأنهم الآن يرفعون علما آخر تمام. يقولون إنه علم الإقليم، وده طبعا خطأ، خطأ فادح. فإذا عادوا تاني ورفعوا علم الدولة السورية، فسوف يتدخل الجيش السوري معهم، وتكون القوات التركية مصيرها هو الخروج. الآن يعني كان من الملفت للنظر جدا إن قضية سوريا تناقش في الجامعة العربية بدون حضور سوريا، مؤسف يعني، وطرح الموضوع في القمة الاقتصادية في بيروت اللي عقدت في مارس الماضي، وكما طرحت قبل القمة في تونس. ولكن يعني للأسف الشديد الدول العربية، بعض الدول العربية تشترط شروطا لم تشترطها الأمم المتحدة حتى تعود سوريا إلى حضن الدول العربية، جامعة الدول العربية. نعم، سوريا، سوريا عضو في جميع المنظمات الدولية بلا استثناء تمام. إلا جامعتها، جامعة الدول العربية، بيت العرب. وسوريا للأسف كانت نقطة البداية في إشعال روح القومية العربية، ثم يعني شاركت معها مصر في وكانت 73 في المرحلة القومية اللي هي قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها وفي الخمسينات والستينات. فهي سوريا دي أحد المعاقل العروبة الجيش الأول لمصر وإلى الآن، وإلى الآن إلى الآن. فبالتالي احنا يعني عاوزين الدول العربية يعني في شيء من الـ يعني الاتفاق مع الذات، ان احنا نحل خلافاتنا، لان خلافاتنا دخل منها اعداؤنا، لا داعي نقول اعداؤنا، دخل منها المتنافسين الراغبين في السيطرة. النهارده لو ان دول الخليج اتفقت مع بعضها، هل تستطيع ايران ان تنفذ؟ لا طبعا
طيب لو دول النهارده العربيه كلها، المشرق العربي مع دول الخليج مع المغرب العربي اتفقت، هل تستطيع تركيا او غيرها يتدخل؟ مستحيل. فهنا الفرقه جعلت الاخرين يطمعون فينا، وجعلت النهارده تركيا واسرائيل يعيثون فسادا في سوريا. النهارده اسرائيل لا تخشى اي شيء وتقوم بالمرح بطيرانها فوق الاراضي السوريه. فللاسف الشديد نحن نحتاج الى وقفه عربيه، لأن هناك دول عربية لا تتخذ موقفا إيجابيا تجاه سوريا حتى الآن. نرجو أن يتغير هذا الموقف، نرجو. إحنا العرب مهددين يا جماعة، إحنا مهددين بأخطار يعني وصريحة علنية، يعني ليست أخطار سرية بحيث أن إحنا نقول إنها مؤامرة أو إنها مخفية، علنية. العالم يريد إعادة تقسيم هذه المنطقة، العالم يريد السيطرة عليها، يريد استغلال مواردها، يريد ان هو تكون منطقة تجارة اسلحة، يبعوا لنا السلاح عشان نقتل بيه بعضنا البعض. النهاردة داعش اللي تكرمت واشرت لها في بداية التقرير كانت تركيا بترعاها تمام وتمدها هي والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية بالسلاح والتدريب وباللوجستيات وبكل شيء. النهاردة من ضمن عوامل تأخير حل الازمة السورية هو اين يذهب الدواعش. كانوا عايزين يعني سيناء، لان مش شرط يعني هم عاوزين يرجعوا كل فصيل لدولته. تمام. المصريين الى سيناء واللي من المغرب العربي الى ليبيا وهكذا، ولكن حتى هذا مرفوض. فلذلك محجوزين، موجود حوالي 12 ألف موجودين ما زالوا في المنطقه ما بين سوريا والعراق، وجميعهم ينتمي الى الارهاب الدولي. هو يعني للأسف الشديد هم بينتموا إلى أكثر من 36 دولة. تمام. فهنا سواء أفغانستان، باكستان، إيران، سوريا، قصدي الجزائر، المغرب، تونس، مصر، يعني لعدة الدول. فأيا كان الوضع احنا تركنا هذا الوضع يستفحل، وتركنا لتركيا هذا المجال، ولم يتخذ العرب قبل ذلك عندما اعتدت مرات عديدة على العراق لم نتخذ موقفا. فبالتالي نرجو أن تكون القمة العربية القادمة مجالا لإعادة سوريا نمرة واحد. نمرة اثنين، عمل نوع من الوفاق العربي، توحيد الصف، تمام، إعادة اللحمة إلى العالم العربي، عودة الوئام إلى الخليج. النهاردة في مسعى للوساطة بتقوم به باكستان بين إيران والسعودية، لأن ليس هناك صراع مصالح، بالعكس هناك تداخل مصالح بينهما. تمام. وهو أمن الخليج. فلماذا لا نجعل السلام هو السائد، حتى لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بيتنافسوا على أرضنا وكأن الأفيال يتصارعون على أرضنا ويدهسوننا بأقدامهم. فإحنا محتاجين إلى الوحدة العربية في وحدة الصف، مش عاوز أقول الوحدة الكاملة، وحدة الصف، بحيث ان احنا نرى الاخطار الموجهه لنا. نرى النهارده يعني النهارده في ما زالت علامه استفهام، من الذي ضرب معامل تكرير بترول السعوديه؟ تمام. ليست ايران، وكل العالم قال ليس هناك ما يثبت انها ايران، اذا من؟ وليست في امكانيات الحوثيين. تمام. فهنا الشيطان الاكبر يعني هو في حد يريد ان يشعل المنطقه، كلما هدأت يريد أن يشعلها. لماذا حتى يكون هناك مبررا لوجوده، مبررا لبيع الأسلحة، مبررا لاستنزاف أموالنا؟ تمام. الأموال دي احنا محتاجينها للتنمية والاستثمار المشترك من أجل عائد ومصلحة الشعوب العربية. سوريا الشقيقة في حاجة إلى أن احنا نعيدها إلى بيتها العربي، إلى الوقوف جانبها، إلى تضميد جراح الشعب السوري والتفكير في إعادة البناء. النهاردة مرحلة إعادة البناء في سوريا تستطيع الدول العربية أنها تدخل فيها وتشارك وتشارك لتحد من نفوذ الآخرين. تمام. معالي السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لمعاليك. حكام الدول العربية، تعلمنا في مدارسكم أن الاتحاد قوة، فلما أرى الآن عكس الأقوال أرى أفعال. مشاهدينا الكرام، أعلنت تركيا أنها قد سيطرت على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين بشمال سوريا، لكن نقلا من العربية
نشرت أنقرة صورا تؤكد سيطرتها على المنطقة الصناعية في مدينة رأس العين بشمال سوريا، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة الجيش التركي على المدينة. لابد وأن يعلم العالم العربي إذا ما سمحوا أن تسقط العراق ثم تسقط ليبيا ثم السودان ثم سوريا، فمن بقي في العرب غير مصر؟ مصر حافظها الله، مصر بأمنها وبجيشها لن يقدر عليها أحد بإذن الله. إذن كل الدول العربية لابد أن تراجع موقفها مع مصر وتكون في خندق مصر، جميعنا في خندق واحد. أحسن أمس سفيرنا سامح شكري في كلمته حينما وجه اللوم، كل اللوم على تركيا، ولكني حزين. أين روسيا حليفة سوريا؟ أين إيران؟ أين قطر؟ أين الدول التي ظاهرها مع سوريا باطنها ربما الأوامر أتت إليه قف ولا تتدخل؟ إلى أين نسير؟ معنا الأستاذ تيسير النجار المحلل السياسي السوري. أستاذ تيسير السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزين نعرف من حضرتك المشهد السوري وماذا يجري على أرض سوريا الحبيبة. الحقيقة المشهد السوري أوراق ملخبطة ببعضها وتداخلات غريبة فعلا. تمام. لكن الأمور بدها هدوء شوي لنفهم بعضنا أكثر. تمام. ما يحصل صراحة ما حدا عارفه، يعني الدول العربية عم تأخذ موقف بدون أن تعرف الحقيقة بالضبط. أنا لا أقف مع تركيا، تكون قبل ما أحكي يعني أنا لا أقف مع تركيا، إنما أنصف أقول ما هو حقيقي ما نحسه نحن كسوريين. المشكلة إنه تركيا لن تتحرك أصلا ولا تستطيع أن تدخل سوريا إلا بالتوافق مع أمريكا وروسيا. تمام. وإيران. أحسن. يعني هي حليفة الآن لإيران وروسيا، وهذا ما أشرت إليه في المقدمة. أنت عم تقول أين روسيا أين إيران؟ تمام. إن هي حليفتهم الثالثة. أكيد. الحقيقة الثلاثة لا يريدون حق ولا يريدون خيرا بالشعب السوري. حسبنا الله ونعم الوكيل. الثلاثة، يعني أنا لا أقول تركيا ولا إيران ولا روسيا يريدون خيرا للشعب السوري، والدليل أنهم يتقاتلون على خيرات الشعب السوري وعلى المناطق وعلى البقاء أكبر مدة ممكنة وعلى قتل الشعب السوري، خلينا نقولها بصراحة. هذه أول نقطة. تركيا لها الدخول تبعها كان بتنسيق كامل مع روسيا ومع أمريكا ومع إيران. تمام. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هي عندها تنسيق رابع مع النظام نفسه، مع النظام السوري. مع النظام السوري؟ نعم. بسنة 1998 في اتفاقية أضنة، وإذا بتتذكروا أن يوم صار الحشودات من تركيا على سوريا بسنة 1998، واللي تدخلت مصر وغير مصر بفك هذا هي الأزمة، وكانت المشكلة إنه سوريا تدعم هذا الحزب اللي اليوم هو موجود وعم تقاتله تركيا، اسمه حزب العمال الكردستاني اللي زعيم اسمه عبد الله أوجلان. عبد الله أوجلان بنى البي كي كي اللي هي منظمة متطرفة كردية تركية، والجزء الأكبر منها خلينا نقول بين قوسين علويين. تمام. لكن هذا لا يهمنا، ما يهمنا أنه هي متطرفة وبنيت على يد حافظ أسد، وكانت معسكراتها في جنوب سوريا وفي جنوب لبنان اليوم اللي كانت سوريا بلبنان موجودة. تمام. وصارت الأتراك الأكراد يتدربوا بهذه المعسكرات ويذهبوا إلى تركيا ويزعجوا تركيا يقاتلوها. كان كل السوريين بيعرفوا انه جواز السفر لما يطلع للسوري يقولوا كل العالم عدا تركيا، يعني مسموح لك تروح لكل الدنيا الا تركيا.
هذا الكلام كان موجود بجوازات سفرنا كلنا. تمام. يعني كانت سوريا تناصب العداء لتركيا، وهذا ما عليه مشكلة، احنا ما لنا معترضين، ما في مشكلة. بس هذا الحزب بني على أيدي حافظ أزد. لما صارت الحشودات وانفكت بناء على اتفاقية وقعتها سوريا بينها وبين تركيا على أنه سوريا تطرد هذا الحزب من سوريا ولا تدعمه وتعطي كامل المعلومات عنه لتركيا، وسوريا بعد هذا التاريخ ليس لها شيء عن تركيا، والمقصود فيه لواء اسكندرون. لواء اسكندرون بعد هذا التاريخ بعد أستاذ تيسير معلومات خطيرة جدا، يعني كيف النظام يبيع شعبه؟ ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للتاريخ واقرأوا، يعني ما موضوع ما عم نحدث شيء غريب، يعني كلكم شايفينه. تمام. بس في عدم انتباه. أنا أؤيد رأيك، يعني بياخذنا الهوجة يعني هيك بدون ترتيب. تمام. طيب، حزب العمال الكردستاني بعد منها سوريا صارت نوعا ما تبتعد عنه حتى ما تخالف تركيا. تمام. لكن من تحت الطاولة لا يزال الاتصال موجود. القصد سوريا بعد هذا التاريخ شالت يعني لواء اسكندرون من الخريطة السورية، لأنه اتفاقية أضنة 1998 تقول بذلك. طيب، اللي حصل أثناء ثورة الشعب السوري، سيطر الثورة على معظم الأراضي السورية. تمام. حتى يقدر يسيطر عليها النظام ويرجع مرة أخرى، أخرج كل السلفيين وعمل اتفاقية مع الإخوان عن طريق إيران، لأنه الإخوان حليف يعني إيران، حلفاء إيران. تمام. حلفاء إيران، بما أنهم حلفاء إيران فإذا هم بشكل أو بآخر ينسقوا مع الأسد. تمام. هي من الآخر. تمام. وحلفاء إيران أستاذ تيسير أتمنى من حضرتك يكون معي على هواء مباشرة في لقاء تفصيلي نظر للمعلومات التي أنا أميل لها، تحليل حضرتك أنا أميل لي شخصيا. شكرا أستاذ تيسير النجار المحلل السياسي السوري والحديث عن الشأن السوري ومعلومات خطيرة جدا بخصوص النظام السوري. مشاهدينا الكرام، من المشهد العربي إلى المشهد المصري والحديث تحت الانتماء. اليوم في محافظة الفيوم المستشار العسكري قام بزيارة مدرسة سيلة الثانوية بخصوص ذكرى نصر أكتوبر المجيد. سبب الزيارة أن هذه المدرسة كان منها الثاني أو الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية في الثانوية العامة. الطالبة هبة محمد كانت الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية في الثانوية العامة من هذه المدرسة. اليوم صباحا كاميرا برنامج مع القادة انتقلت إلى مدرسة سيلة، وكان لنا الشرف أن نتواجد، صحيح نظر لضيق الوقت لم نكتمل الحفل، لكن قدر الاستطاع قدرنا نجمع لكم صور. ومعنا بطل من أبطال حرب أكتوبر الحاج عيد جمعة. السلام عليكم حاج عيد. السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدتني وشرفتني، وكلمتك اليوم كلمة للشباب كانت في الصميم. الآن الله يخليك يا دكتور رمضان. أنا عايز أعرف شعورك في حرب 73، كيف كان بعد أن مكن الله للمصريين نصرا مجيدا؟ أولا أشكرك اللي أنت جبت هذا البرنامج، وأنا معاه من ساعة لقائي مع المستشار العسكري وجدت الانتباه على 73، أنا ما بطلتش عياط، اللي بلشت تجدني عياط. الناحية الثانية، مهما نوصف على يمكن الحاج عيد معنا على الشاشة وحاليا على الهواء مباشرة، صورة الحاج عيد وصور من داخل مدرسة سيلة الثانوية في وجود المدير المحترم الأستاذ أحمد عبد الرحمن ورفاقه كل العاملين بمدرسة سيلة. كان حاضر الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم، حاضر الدكتور عماد بليدي مدير إدارة تعليم شرق بالفيوم، ومع المستشار العسكري ونخبة من أبناء سيلة المحترمين ومن القادة بالتربية والتعليم محافظة الفيوم. تفضل حاج عيد، معاك الميكروفون. أولا بقول لسيادتك، بالنسبة مهما نوصف على حرب أكتوبر بالنسبة لحاليا دلوقتي،
دي صورة مش أصل. تمام. لأن أنا قلت لهم حرب أكتوبر بالنسبة لليوم هذا اليوم اللي هو كان الساعة 2 إلى ربع من السويس لحد بورسعيد مسافة حوالي من 47 كيلو. نار في الجو، نار في البحر، خراطيم مية شغالة في خط بنليف. الله خط أكبر. البلاد دي في خط الكلاب، أنا قلت في خط الكلاب كده على طول. تمام. لكن النصر من عند ربنا أولا. احنا صعبنا على ربنا ان احنا ما نتهونش في عرضنا ولا في ارضنا في حياتنا باذن الله. بالنسبه لمصر، جيش مصر ان شاء الله مش هتهزم ابدا ان شاء الله. جيش مصر هو القوه الاساسيه للبشريه العربيه كلها. تمام. اللي بلشتك، واحنا من غير جيش مصر عمرنا ما هنتقدم ولا هنرمي وهنعمل تنميه. جيش مصر نحميه نحميه الرجل يعني بس هنمشي دلوقتي بالطخ. احنا بنحارب عقليه حاليا، ناس اتخلفت عقليتها وناس مش عارفه مش يعني وضع التنميه النهارده في البلد، لان احنا النهارده بنحارب عقليات ولا سمعت عنه الا في الكتب. تمام. خلي بال سيادتك يا باشا. يمكن الصوت برضو يا شباب الصوت مش واضح شوية. أنا بشكر طبعا الحاج عيد جمعة بطل من أبطال حرب أكتوبر، ويمكن هو صوت الحاج عيد على الهواء مباشرة حاليا. وكان يوم جميل، شكرا مدرسة سيلة الثانوية، شكرا القائمين على التربية والتعليم محافظة الفيوم، شكرا معالي المستشار العسكري محافظة الفيوم. معنا حاليا على الهواء مباشرة الباشمهندس باشمهندس نيلسون من الفيوم. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل قلت في ايام كده بتبقى الذكريات واشخاص تعلم معاك كده من النظره الاولى، يعني منهم الدكتور عزمي جوده، منسق ومؤسس كلنا معاك يا سيسي. اسعدتني وشرفتني. انا اللي سعيد جدا ان انا شفتك النهارده يا دكتور رمضان، وبرسل لك كل التحايا وكل اسره البرنامج والقناه عامه. يمكن بدايه علاقتي بالدكتور عزمي كانت خارج جمهورية مصر العربية، تحديدا في لبنان. كان قدر جميل في نفس الغرفة في نفس الفندق مع بعض، وكانت أول صورة ليا معاك يا دكتور عزمي تفتكرها؟ أيوة فندم. كنا في الفندق ومسكنا علم مصر أنا بيني وبإيده وبإيدك، وكانت أول صورة. أول صورة أنا أخدها لحضرتك بين علم مصر. حب مصر مشترك دائما مع كل المصريين المخلصين. دكتور عزمي أنت وحشني طبعا بداية. أشكرك. سعيد إن أنا شفتك. أنا أكثر. جميل إن إيدك منتشر على كل الفضائيات في كل اللهم لا حسد طبعا. أشكرك. في كل المواقع. فكان لازم طبعا أسأل حضرتك إيه الموضوع وحركة كلنا معاك يا سيسي، أي الفكرة جت إزاي أو إيه الهدف؟ والله أنا أشكرك طبعا على أن أنت أثرت السؤال ده ووجهته في ناحية معينة. يعني تمام. هو إحنا طبعا كانت الأمور كلها طبيعية جدا والأمور ماشية، وإذ فجأة مثلث الشر اتحرك يعني. تمام. وتحرك بأدوات جديدة وبوجوه جديدة، ألا وهي الشخصية الكرتونية اللي هي شخصية محمد علي دي. تمام. اللي هي يعني شخصية يعني ليس لها أساس من الصحة يعني. وفجأة لقى صدى عند بعض ضعاف النفوس. تمام. وبعض الناس اللي هم يعني بيطمحوا بتدمير مصر شكلا وموضوعا لأغراض شخصية، والفكرة عقيمة هم بيشتغلوا عليها. وهنا بدأت يشتغل على الهاشتاج، يعني حاجة اسمها من السوشيال ميديا يعني. تمام. وبدأ ان هو يخاطب الفئة دي، وكمان طلع جيل ما بعد التسعين من الشباب يعني. الشباب ده بقى ما شافش حاجة خالص من الوطنية والتضحية، حتى ما أعدش ولم يؤهل أبدا على الوطنية يعني. والنهاردة سمعت ساعتك كنت بتتكلم عن المواطنة والوطنية والانتماء، فيجب علينا أن نعمل على فكرة زرع الانتماء للشباب الصغير ده. تمام. الفكره سعادتك لما الشخصيه اللي هي الكرتونيه دي بدات تنشط جدا بالهاشتاج وعلى السوشيال ميديا، فاحنا انا بسميه بلغه المقاولين الكحول، لا يودي ولا يجيب، هو مستخدم. نعم نعم. تمام. فيعني جتني فكره كده، احنا كان عندنا حمله اسمها الحمله الوطنيه لدعم الرئيس اثناء الانتخابات، وكان عندنا منسقين على مستوى الجمهوريه والمحافظات والمدن في 27 محافظه يعني. تمام. فانا حبيت اقول يعني كلنا معاك يا ريس، او كلنا معاك يا سيسي، بنفس اللهجه كده كلنا معاك يا سيسي،
وبدأنا ان احنا نتواصل، والشباب الحر النظيف النقي اللي هو بيعاني، اللي هو بيعاني الامرين، ما فيش من بطاله، اللي خايف على البلد، واللي خايف يعني ما عندوش رشوه، تمام، ما عندوش ميزه اصلا ممكن يرتدي بها على بلده، لكن هو بيعاني وفي نفس الوقت مصر غاليه عليه، تمام. فبدأنا نتواصل مع الشباب ده ونتكلم معهم تليفونيا، يا جماعه الإساءة ليست للرئيس السيسي فقط، ولكن الإساءة لمصر، رمز مصر، مصر أولا، تمام، لأن هي مصر. حضرتك أنت شايف الوضع اللي حوالينا شكله إيه، مصر أولا متمثلة في رئيسها. يعني عشان تقول لي الرئيس السيسي أنت بتتطول عليه، أنت كده بتطول على شخص، لا، أنت بتتطول على رمز مصر. إذن هنا القضية قضية مصر والوقيعة بمصر وإسقاط مصر يا دكتور رمضان، تمام. ده كان الفكرة، وفعلا اتجمعنا وانطلقنا بمجموعة شباب وبوطنية، كسرنا الهاشتاج. يعني الهاشتاج اللي كانوا عاملينه ده كان معدي بصراحة يعني، تمام. وإذ فجأة كل الناس، أنا ما بعرفش الدنيا اتحركت إزاي، الفكرة طلعت من عندي وأنا قاعد كده، وقلنا يلا يا جماعة الخير نشتغل ونقول يا سيسي. طب يا جماعة، طب يعني خليك مهذب شوية، قول سيادة الرئيس، تمام، أو مثلا قول فخامة الرئيس. لا، أنا حبيت أوجه النداء يا دكتور رمضان بطريقة عفوية بلغة الشارع، الراجل البياع. دكتور أنا آسف على المقاطعة، اتفضل يا فندم. إحنا فقدنا الأدب، تربية وتعليم، ما عندناش تعليم، بس المسلم ما يكونش عندنا أدب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخاطب أبو الوليد وهو كافر، فكان يقول له أفرغت يا عماه؟ نعم، هو ده الأدب. النبي يقول لنا أنزلوا الناس منازلهم، نعم، أنا أختلف مع أي وزير، أختلف مع أي أحد، لكن أكلمه بأدب وباحترام. هو دي التربية، الله يفتح، هي دي الأصول اللي اتعلمناها. الله، إنما أتطاول بأسلوب على رمز الدولة لا يرضاه أحد، نعم. هذه بداية. إذا هذا الشخص أنا من وجهة نظري أخذ أكثر من حقه. نعم يا دكتور، هو أخذ أكثر، بس كان موجه بشكل جديد، يعني كل أدواتهم نفذت، تمام، كل الافكار بتاعتهم اتحرقت واتكسرت على اعتاب الوطنيه المصريه. هم بداوا بشكل هستيري، بواد عفوي يطلع يدخن، يطلع يتكلم كلام عيب، يخرج على النص، يتفوه بالفاظ بذيئه لراس الدوله. احنا بقول لك هنا لما بنتكلم على راس الدوله بنتكلم على مصر. يعني حضرتك لما شفت الرئيس السيسي بيستقبل في الامم المتحده، بيستقبل يعني رئيس جمهوريه مصر العربيه. اذا انت كده مش بتوجه الإساءة لرئيس الدولة، ده انت بتوجه الإساءة كلها لمصر، وبتقوم النفوس الضعيفة عشان تسقط الدولة المصرية، وانت إلا وسيلة. يعني للأسف يا دكتور عزمي، احنا عندنا دلوقتي في مصر حرب إسقاط الرموز. نعم يا فندم. يعني بتتكلم على الجيش، بتتكلم على الشرطة، بتتكلم على الرئيس، بتتكلم، انا بقول دول بشر، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، والتاريخ يسجل. لكن دائما وابدا انظر ان انا ما اختلفش مع انسان في حب مصر. لا يكره مصر الا مجنون او عديم دين، اثنين بس اللي كرهوا مصر. ما نراه الان من شباب، انا مش عارف دول اي مله، يعني يمكن حتى نابليون بونابرت قالها كلمه، بيسالوا احقر الناس، الاحقر الناس اللي هم ساعدوني ان نحتل بلادهم. الله عليك. فاي انسان يقف ضد مصر ده على طول من احقر الناس، مش محتاج قول تاني. والله صدقت. نعم. سلم لسانك. الله يسلمك. يعني الشاهد الموضوع يا دكتور رمضان، ان احنا كنا يعني لما اتحركنا في ساعات، يعني احنا بدانا نتواصل. لا ما شاء الله، انا متابع صفحتك ليه كل يوم ما شاء الله. يا ربي قلت لا يطلع. والله يا دكتور لا ابغي شيء ولا عايز حاجه، ولكن حبي لبلدي وعشقي لبلدي الحمد لله انا بخير ونعمه. انا راجل يعني مدير عام بقطاع البترول، ما شاء الله، مش محتاج حاجه، وابني مثلا اللي مهندس واللي محاسب، يعني الموضوع مش موضوع ان انا بطلع لا ماده ولا منصب ولا ماده ولا منصب في البلد، حاجة. لكن النازع الوطني يا دكتور رمضان حركني جوايا، والناس بقت تجيني تهديد، احنا هنقتلك، بيطلعوا صورتي يحطوا عليها علامات، يبداوا الفاظ بذيئه جدا. الموضوع كله يا دكتور ان لقيت صدى رهيب، وفجاه لقيت معايا على الهاشتاج 25 مليون مقاطعه للهاشتاج الثاني، وبدا الترند بتاع الهاشتاج اللي هو كلنا معاك يا سيسي يتحرك، وبدا يسمع، وبدات الصوره الذهنيه للراي العام توصل ان الشعب المصري ورا قائده وصابر معاه، الراجل بيعمل اعاده تدوير للدوله وبيعيد بناء الدوله، وهم وعدوه وهنروح هنصبر معاك. اي نعم كل شيء غالي، الناس بتعاني، الصحه لسه فيها مشاكل، التعليم لسه فيه مشاكل، البنيه الاساسيه الله يكرمه ويجازيه خير اشتغل الرئيس عليه، اشتغل على الطرق اللوجستيه، واشتغل في العالمين، واشتغل في الانفاق، كل حاجه اشتغلها. دكتور انا دايما كده بحب اسمع حضرتك لو بتتكلم عن المواطن، يمكن كمان في لبنان، يمكن حب يضربونا جيش وشعب ما قدروش، حبوا يضربونا شرطة وشعب ما يدروش،
حابوا يضربونا مسلمين ومسيحيين. انت شايف الوطن العجينه المصريه ازاي؟ والله يا دكتور رمضان انت بتسال سؤال انا باخد نفس فيه كده بصراحه. الله يعزك حبيبي. اه والله العجينه المصريه بتبان عند الشده. الله، يعني انا ممكن اختلف مع الدكتور رمضان. عارف لو ما طلعتش بالحلقه غلبت الكلمه دي، بس كفايه عنوان كده لبرنامج مع القاده. تسلم لي، تسلم لي يا دكتور، ده انا اتشرفت. الله يعزك حبيبي، اسعدتني وشرفتني والله. الله يخليك يا دكتور. المصري بيبان في الشدائد، يعني فجاه تلاقيه يقول لك السكر غلي، الزيت غلي، انا عندي مشاكل، مرتبي ما بكفيش، الكهرباء غلت، اللي 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 اللي، ويجي الرئيس يطيب خاطر شعبه ويقول لهم انا عارف، انا بشكركم، انتوا استحملتوني، انا ببني مصر من جديد، فيقولوا له احنا معاك. لما يجي الجماعه اللوبي ده اللي هو مثلث الشر، يعني قطر ودويله قطر والشخصيه الكرتونيه اللي كانوا بيستخدموه بميكانيزم جديد وسيمتريه جديده، يعني يخاطب الشباب اللي هو تحت في التسعينات اللي هو عايز يتروش ويبقى يتدلع وما شافش الوطنيه وما شافش المشاعر الوطنيه، بيبدا يشتغل عليه. لما اشتغل عليه يا دكتور رمضان اتحرك النازع الوطني بتاع الشده. طب انا جعان، طب انا مش عاجبني الوضع، بس بلدي، بس رمز بلدي. ده اللي جعان من كلامك. انا بجد يعني انا كنت اتمنى الحلقه تكون طويله مع دكتور عزمي، لكن بس دكتور عزمي انا عايز برضو انتهز الفرصه دي. طبعا. انا عايز اتكلم حضرتك للشباب. اه الشباب مطحون، الشباب دفع فاتوره، بس عايز الدوله برضو تحضن الشباب المسابقات. الشباب يعني عايز برضو انتماء، بتكلم على انتماء. انا هكون صريح معاك النهارده. ايوه انا عايز بصراحه منك وكلمه للشباب. انا هكون صريح معاك النهارده. يمكن انا في فتره من الفترات كنت بعمل مجتمعات شبابيه وصالونات ثقافيه في اماكن نائيه زي العامريه والعجم والحتت دي كده. تمام. بقول يلا تعالى نقرا كتاب، حتى لو هنلم من بعضينا ونتثقف ونقرا، على اساس ان ايه، ان الست تبعت جوزها يعرف يتعامل ازاي في بيته ويخاف على بيته، ما يروحش يدمن مخدرات، ما حدش يستقطبه ويقول له تعالى الدرس بعد العصر. تسقيف. يا عم انا هصلي العصر بس همشي اشوف شغلي واكل عيشي. هنا مداخل التطرف لشريحه معينه من الشباب. يبقى انا تعالى هعلمك، تعالى اقرا معايا، تعالى نشوف فيلم وثائقي، تعالى نتثقف ونعلم بعضينا، انت عندك معلومه هاخدها، انا عندي معلومه هديها لك، ونبدا نشتغل على الجزئيه دي. الشاهد بقى من الموضوع ان احنا بنتكلم كتير عن الشباب بصراحه، خليني اكون صادق، واحيانا بنتاجر بيهم واكون صادق مع الله، وذوي الاحتياجات الخاصه وال5% دائما وابدا نقوله. الشباب الرئيس في كل مؤتمراته لقاءاته مع الشباب بيشتغل، الراجل شغال والله، وبيقعد مع الشباب ويتكلم مع الشباب، ولكن ما خفي كان اعظم. الشباب بيقول لي حلقه الشباب عايزين حلقه خاصه بالشباب. انا هتكلم عن الشباب ان شاء الله. يعني عايز حلقه، مش هينفع يعني انا وقتنا تقريبا انتهى، بس بقول لك حلقه خاصه عن الشباب دكتور عزمي، وعدنا ان في حلقه خاصه بالشباب. يا فندم اتشرف ليا. القصه يا دكتور رمضان ان احنا عشان نخاطب الشباب لازم اطلع له شاب زيه يتكلم. الله. تمام. يتكلم معاه، ما جيبش عقول جامده قديمه قوي اولد فاشون كده. تمام. واروح اخليه يخاطبه ويقول له كليمات معينه لظروف معينه يشحذه وطنيا. تمام. ولكن الشباب لازم يشوف حاجه على الارض، لازم نحل مشاكل. فين المشروعات الصغيره يا دكتور رمضان؟ الله جميل. فين الاستثمار في البنوك؟ احط مثلا مليار، احط 500 مليون جنيه اشتغل. فين الحكومه من رعايه الشباب؟ الشباب بيسمع كلام بالتالي بيفقد المصداقيه. فين الحكومه رعايه الشباب؟ ده هيكون لقاء محددك لقاء قادم. انا بعتذر جدا جدا اللقاء معك. انا دايما كده كنت منوع وعد ال 24 ساعه، كنت بشبع من كلامك. انا سعيد يا دكتور. مشاهدينا الكرام، يعني برنامج مع القاده كان لقاء تحت عنوان الانتماء، وانا بقول للدوله محافظه الفيوم محافظه تحتاج من يحتضنها مثل الشباب. انقطاع المياه على مدار 4 ايام، منظمه الشعوب والبرلمانات العربيه امس فرع الفيوم ناقشت مشكله الغاز بمحافظه الفيوم وانقطاع المياه 4 ايام متتاليه تيجي ساعه فقط مع وجود خميس وجمعه. مشكلتنا السيد المحافظ ليس من ابناء الفيوم، السيد مدير الامن ليس من ابناء الفيوم، السيد السكرتير العام ليس من ابناء الفيوم، السيد السكرتير المساعد ليس من ابناء الفيوم، السيد رئيس مركز ونظام ليس من ابناء الفيوم، وخميس وجمعه في اجازاتهم في محافظاتهم، والفيوم ابنائها ما عندهمش قرار، ما عندهمش امكانيات. اعضاء مجلس النواب كانوا مشغولين بمناسبات. اذا الفيوم معالي الرئيس، ارجو من حضرتك الساده مجلس الوزراء، السيد رئيس الوزراء، وزير التنميه المحليه، نظرة مرة أخرى لما يجري على أرض الفيوم لا يرضي عاقل. محافظة الفيوم تئن من قيادتها. محافظة الفيوم تعلن الآن، كنا الأول في انتخابات الرئاسة وكنا كذلك في الاستفتاء على الدستور، الآن محافظة الفيوم تريد من الدولة الوقوف بجارها. مطالب شرعية، المياه الآن سنورس، مركز سنورس اشتركي متباع فيه ب10 جنيه، مركز الفيوم ما فيش مية تماماً،
في توقيت أن هناك سوء إدارة من الفيوم، مزارع في الفيوم تسقى بمياه الشرب، أيرضي أحد؟ مشاهدينا الكرام، آسف إذا كنت انفعلت، ولكن هذا شيء من كثير أمس تحدثنا فيه. تجارة بالشباب، تجارة بذوي الاحتياجات الخاصة، تجارة بالفقراء، الآن تجارة بالمياه. أظن القائمين على أمر المياه ظنوا أن أحمدي رئيس وزراء أثيوبيا لما أخذ جائزة نوبل عشان المية قال لك أنشف عن الفيوم مية، يمكن أخذها كمان جائزة نوبل. يمكن تفكيره هذا. إلى أن ألتقي بحضرتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.